قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قدرة الله على البعث وأحياء الأموات. كثيرا ما يحاول شياطين الإنس والجن من أجل أن يتفلتوا من المسؤولية ويبعدوا الناس عن طاعة الله، فيجعلونهم عبيدا لهم من دون الله، أن يشركوهم مع الله في العبودية والطاعة. يحاولون أن يشككوا الناس في البعث. كيف سيحيي الله الناس بعد أن ماتوا وأصبحوا تراب؟ كما جاء أحد المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عظم قد رمى يعني بلية واهترى، ففتته وقال: يا محمد، أيحيي الله هذا بعد أن رمى يعني صار تراب رميم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: نعم، يبعثك الله ويحييك ويحشرك إلى جهنم. ونزل قوله تعالى: أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. يعني هم ينكرون لقاء الله من أجل أن يتهربوا على زعمهم من المسؤولية، فلا يطيع الله. ومن نزل قوله تعالى في آخر سورة ياسين: يحيي الله وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي هذه الآيات التي بين أيدينا من سورة الحج يبين لنا ربنا تبارك وتعالى أنه سيحيي الخلق و يحشرهم، ويأتي لنا بدليلين على البعث. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى حشر الناس يوم القيامة، كما روت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الناس حفاة عراة غرلا، غرلا يعني ما مطهرين. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الأمر أشد أن يهمهم ذلك. يعني ما يبالي الواحد ولا يهمه هذه امرأة، هذا رجل، ما يشرب بذلك نهائيا، لأن الأمر خطير وجهنم أمامهم، ولا يدري الإنسان مصيره إلى النار أو إلى الجنة. فالله قادر على أحياء الناس وبعثهم من قبورهم، والدليل على ذلك أشارت إليه هذه الآيات: يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الدليل الثاني: وترى الأرض هامدة، إلى آخر الآيات. يا أيها الناس، خطاب للناس جميعا الذين لهم عقول يفكرون ويعقلون ويختارون الطريق الذي يسلكونه، طريق الله والطاعة للخالق أو طريق العبودية للمخلوق. يا أيها الناس، إن كنتم في ريب أي في شك من البعث فإنا خلقناكم من تراب، أي خلقنا أباكم آدم عليه الصلاة والسلام من تراب، صوره الله ثم قال له كن فكان.
ثم من نطفة. أنتم من ذرية آدم خلقتم من نطفة، والنطفة هي الخلية المنوية الصغيرة التي تشبه المثلث، لها رأس مدبب ولها ذيل تسبح في سائل أخلاط أمشاج، نطفة الأمشاج النبتلية. ثم من نطفة، هذه النطفة تلقح البويضة عند المرأة في الرحم. ثم من علقة، النطفة تتكاثر الخلية بعد أن تلقح، تتكاثر الخلية ثنتين والثنتين أربعة والأربعة ثمانية إلى آخره، إلى أن تصبح علقة، أي قطعة من الدم المتخثر وهي ملتصقة بجدار الرحم. هكذا يقول علماء التشريح والأطباء. ثم من مضغة، قطعة لحم بقدر ما يمضغ الإنسان، مخلقة وغير مخلقة. هذه المضغة لقطعة اللحم ممكن أن يكون ظهر فيها الأرجل، الأصابع، العيون أو جزء من العيون، أو غير مخلقة للسعر كتلة لحم، ثم بعد ذلك تتخلق. لنبين لكم حالة أوضاعكم عندما خلقكم الله بلا واسطة وبلا شيء، إنما بأمره جعل أسباب ومسببات، وأنت أيها الإنسان تنتقل من نطفة إلى علقة إلى مضغة ثم تتخلق. بين الله لك ذلك، ولم يكن أحد في الكائنات يعلم ذلك، فعلمك الله ما لم تكن تعلم في هذا القرآن وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. أفلا تدرك أن هذا القرآن حق من عند الله؟ بعد أن جاء أطباء العالم كلهم فأقروا ما جاء به القرآن. ونقر في الأرحام ما نشاء، ما يريده الله سبحانه وتعالى أن يبقى يستقر في رحم الأم مدة يعلمها الله وقد قدرها، إلى أجل مسمى، إلى وقت محدد، ثم نخرجكم طفلا. عندما يبلغ حجم الرأس أقل بقليل من حجم عظمي الحوض للمرأة، يكون قد حل الأجل ليخرج هذا الطفل دون أن يؤذى ودون أن يؤذي جل جلال الله. كان هذا من صنع الله دون أن تدري ودون أن تعلم، أنت أيها الزوج الأب وأنت أيتها الأم التي تفرحين وقد أعطاك الله طفلا جنينا في بين أحشائك. ثم نخرجكم طفلا. طفلا ماذا؟ طفلا ضعيفا. يخرج الطفل وقت الولادة ضعيفا في بصره، حتى أنه لا يدرك في بادئ الأمر شيء إلا قليل من النور، ثم يدرك الألوان، اللون الأسود والأبيض، ثم بعد كما يقول علماء الطب والتشريح بعد فترة يستطيع أن يدرك الألوان فيحرك بصره هكذا وهكذا. والحكمة في ذلك أنه لو نزل من هذه الغرف الظلمات الثلاث، الله خلقنا في ظلمات ثلاث كما أشار القرآن، ظلمة البطن وظلمة المشيمة وظلمة الرحم، لو خرج من هذه الظلمات رأسا لا عمي، انشلت الشبكية في عينيه، ولكن ربنا جعله لا يرى، ضعيف، ثم يأتيه نور الإبصار شيئا فشيئا، السمع ضعيف ثم يأتيه السمع شيئا فشيئا، القدرة ضعيفة لا يستطيع أن يقف على رجليه وتخدمه أمه، وهكذا شيئا فشيئا حتى يصل إلى السنة ما شاء الله حوله وقف على رجليه. من الذي ينميه ويطوره أيها الناس؟ ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، كمال قوتكم في الشباب، ومنكم من يتوفى وهو دون الشباب، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر يبلغ سن الشيخوخة والخرف، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الخرف أيها الإخوة يبدأ بالنسيان، والنسيان حالة صحية للإنسان، لأنه لو تجمع في ذاكرته كل شيء لما يستطاع أن يتحمل، فتذهب كثير من المعلومات للعقل الباطن كما يقول العلماء، ويبقى بعض الأشياء التي يحتاجها، هذه التي تبقى في العقل الباطن تخزن. عندما يبلغ الإنسان سن متأخرة يسمع الكلام ويبصر الأشياء وينساها بعد قليل، هذه بداية النسيان. أما المعلومات السابقة تبقى، إذا دخل في سن الخرف ينسى المعلومات السابقة فلا يعرف شيء، حتى أن أحد الأشخاص رأى ابنه فقال له من أنت؟ قال أنا ابنك فلان. قال من هو ابن فلان؟ ما يعرف شيء.
لا يعرف بيته، لا يعرف زوجته، لا يعرف أمه، لا يعرف أخوه، لا يعرف شيء. لو تركناه يمشي في الطريق لضاع، ما عرف يرجع للبيت. هذا سن الخرف والعياذ بالله. لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. خالق الكائنات يخبرك بالواقع الدقيق الذي اكتشفه الناس بعد سنين طويلة. الذي فعل ذلك ألا يستطيع أن يعيد الإنسان من جديد؟ مثال آخر من التراب والنبات. يقول الله تبارك وتعالى: وترى الأرض هامدة، هامدة أي يابسة ميتة لا نبت فيها، جافة. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. عندما تنزل قطرة الماء أيها الإخوة يتحرك التراب، وتصبح بين التربة، بين ذرة التراب والتراب، قليل من الرطوبة أو قليل من الماء، فتهتز التربة وتنبت النبتة فترتفع. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ربت يعني ارتفعت، وأنبتت من كل زوج بهيج، من كل زوج من كل نوع وصنف بهيج أي حسن المنظر. وأشارت الآية إلى الازدواج في النباتات كما هناك ازدواج في الإنسان وفي الحيوان ذكر وأنثى. من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق. ذلك تحرك ترابها، نبات النبات، خلق الإنسان، دليل على أن الله هو الحق، هو الرب المعبود بحق. أما فرعون القديم وفراعنة القصر القرن العشرين ليسوا معبودين بحق، إنما عبادتهم ظلم وجور، ظلم منهم للعباد وظلم من العباد لأنفسهم، إذ جعلوا أنفسهم عبيدا للمخلوق ولم يتحرروا عن العبودية للمخلوق. ذلك بأن الله هو الحق، ذلك دلالة على أن المعبود الحقيقي هو الله الحق، هو المعبود بحق، وأنه يحيي الموتى. ترون أنواع الحياة بأعينكم في أطفالكم وفي نباتاتكم، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، أي قادر على كل شيء ليس فقط إحياء الموتى. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، ما أخبركم عنه أنه تقوم القيامة وهناك موعد محدد هو الساعة، لقيام الساعة والنفخ في الصور، لا ريب فيها ولا شك فيها، لأن الله قرر ذلك وأخبركم بالقرآن، والقرآن حق من عند الله. وأن الله يبعث من في القبور، هذا هو البعث الذي يبعث الناس من قبورهم ويحاسبون على أعمالهم، وليس حزب البعث حزب الدجل. أما البعث الحقيقي، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلينتبه إليه ولينتظره وليستعد له. وكل مخلوق آتيه بإذن الله بعد أن صاروا رمما في قبورهم، وبعد أن نصير في قبورنا رمما، سنحشر ونبعث من جديد ونسأل عن أعمالنا، فيجزينا الله تبارك وتعالى بالخير خيرا وبالشر شرا. إلى مثل ذلك فليستعد العاقل البصير الذي أعطاه الله عقلا ليختار الخير ويبتعد عن الشر. والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.